شكلك وحش قوي. تعالي كنت هتوقعني. حرمتي تهربي مني؟ حرم اوعى بقى. على فين؟ نروح. باي باي. استني. بقول لك اتأخرت. ما هو لازم اخدها. انت مجنون. احنا قدام البيت. ان شاء الله يكون قدام المحافظة. ها؟ يا قليل الأدب. يلا على البيت. من غير زواغان. باي باي. باي باي. باي. بكره في النادي. اوكي باي. ليلى. أفندم. أيوه يا أبلة. مين ده اللي كان بيوصلك؟ ده واحد من شبان النادي. أيوه يا ليلى، بس ده واخد عليكي قوي. هو كده يحب الهزار. بس مش كل الهزار. انت تعرفيه من زمان؟ من شهرين. انا اعرفه؟ ما
افتكرش. يبقى ازاي؟ ارجوك بابا. بابا هتصرحيني؟ طيب طيب. اهلا بابا. ايه بتتناقشوا في ايه؟ لا ولا حاجه. هو تكونوا بتتامروا عليا؟ قبل منى مش بتاعت مؤامرات، انا حبيتها من اول ما شفتها. منى بنت حلال وتستاهل كل خير. الله الله، انتوا هتحبوا بعض على حسابي؟ انا غلطانه اللي وافقت على جوازكم. عشان ما تزعليش. ايوه كده. عن اذنكم عايزين حاجه؟ لا ميرسي يا بابا، مع السلامه. الله يسلمك. ميرسي قوي قبل منى. قبل ما تشكريني قولي لي ايه حكايه الشاب ده؟ خليكي صريحه معايا، انا زي اختك الكبيره، بتحبي؟ وهو مدام كده ليه ما يتقدمش يخطبي؟ مش عارفه. مش عارفه ازاي؟ تكلميه ولا اكلمه انا؟ لا 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 بلاش انتي، انا هكلمه. وانا اكلم بابا بسرعه كده. كل يوم تاخير بيبقى على حساب سمعتك. شبان ليان دي مالهمش امان. يا ربي يخليكي. رضوان، أنا عاوز أقول لك على حاجة مهمة. خير يا منى؟ في إيه؟ أنت عارف قد إيه أنا بحب ليلى، وبتمنى لها كل خير. النهاردة قالت لي على موضوع مهم، بس هي مكسوفة تقول لك عليه. موضوع مهم؟ ومكسوفة؟ قول يا منى. الموضوع في شاب اتعرفت عليه من شهرين وعايز يتجوزها، وبكره هيجي علشان يقابلك. الحقيقه الموضوع لازم تفكير، والبكره حلها ربنا. سيبي موضوع بكره لبكره. بس انت مش شايفه ان ليلى لسه صغيره على الجواز؟ ما دام البنت عرفت تحب ما تبقاش صغيره. هي قالت لك انها بتحبه؟ ايوه، وعلشان كده من رايي نكتب الكتاب على طول. اللي تشوفيه يا ستي. ايوه، في واحد عاوز يقابل رضوان دي. اخليه يتفضل في الصالون. حاضر. يلا يا حبيبي. اوبا. كمل لبسك بسرعه وانا هستناك تحت. حاضر. اوعى تتاخر. حاضر. انت هنا بتعمل ايه؟ وانت هنا بتعمل ايه؟ انا مدام رضوان بيه. وانا بقى عريس بنته. مش ممكن. ايه؟ عندك مانع؟ اذا كان عندك مانع روحي قولي له السبب. اتفضلي ارتاحي، ده بيتك.
له. معلش هيجي يوم اغلبك. ده بعدك منى. منى انا بحبك وما اقدرش ابعد عنك لحظه واحده. بحتاج لك يا منى، ولو سبتيني حموت نفسي. بعد الشر واسيبك ليه يا قلبي؟ احنا مش كل يوم مع بعض منى؟ ايوه منى. مالك يا منى؟ لا ابدا مفيش حاجه. يلا بينا. استني في اوضتك يا ليلى. رضوان لحظه واحده. ايه في ايه؟ بلاش اتكلم في كتب الكتاب. مش كانت فكرتك؟ لما فكرت في الموضوع كويس رجعت في كلامي. ليه؟ بلاش نربط مستقبل البنت مع واحد لسه ما نعرفوش. طيب اما اشوف. يا مسهل. يلا بينا. زي ما تحب. يلا يا اولاد عايزين نروح. حد يا بابا. يلا. غلبتك يا حلو. معلش هيجي يوم اغلبك. مستحيل. يلا بينا. أنا مسافر يا ولاد بعد يومين. أقول لكم خدوا بالكم من أبلة ولا أبلة تاخد بالها منكم؟ أبلة في عينينا يا عمي. مش كده يا أبلة؟ نقعد هنا؟ اي. ليلى. ايوه حسين. في حاجة؟ أنا بحبك وما أقدرش أبعد عنك لحظة واحدة. محتاج لك يا ليلى، ولو سبتيني حموت نفسي. صحيح بتحبني للدرجة دي يا حسين؟ وأتمنى اليوم اللي يجمعنا فيه عش صغنطط، ونخلف عصافير صغنططة تطير حوالين العش وتصوصو سيو سيو. ايه ده كله؟ ده انت بقيت شاعر. يا ريت اقدر اقول لك كل الشعر والاغاني اللي في الدنيا يا ليلى. ليلى الغدا جاهز. حاضر يا ابله. Thank you.
نقيلي في سن وحياتك يا أبلة. أنت خارجة؟ أيوة، رايحة عيد ميلاد واحدة صاحبتي. وحسين رايح معاكي؟ أيوة، وزمانه جاي. قوليلي بسرعة، إيه رأيك في الفستان ده؟ ولا ده؟ ليلى، بلاش تروحي الحفلة دي. ليه؟ علشان خاطري. ازاي ما اروحش عيد ميلاد واحده صاحبتي؟ تقول عليا ايه؟ انا مستعده اروح معاكي ونسهر في اي حته. انت خايفه من ايه؟ تعالي معانا اذا كنت عايزه. ما اقدرش اجي معاكي. انا مش فاهمه حاجه. مش مهم تفهمي. مش مهم، مش مهم، انا لازم اروح الحفله دي. اديك عطلتيني. حسين وصل. ايوه يا حسين. ايه يلا. خليكي هنا، انا هنزل اعتذر لحسين. لا انا هنزله. قلتلك لا. هو تحكيم رايي وخلاص، ولا تعملي كده عشان بابا غايب. انا هروح له غصب عنك. قلتلك لا. امال فين ليلى؟ ليلى مش نازلة. انت اللي منعتيها؟ ايوه. غيرانة منها؟ انت قليل الادب. اتفضل. بتطرديني؟ ومش عايزة اشوف وشك غير لما يرجع ابوها. هتندم يا جميل. اتفضل. والله هتندم يا جميل. اتفضل. متشكر. انت عايزه مني ايه؟ عايزه اعتذر لك. انا تضربيه؟ انا عمري ما حد ضربني ولا حتى بابا. انا اسفه، كان غصب عني. ودي راسك ابوس. لا انا ليه كلام تاني لما يجي بابا. لو كانت ماما عايشة ما كانش ده حصل. يا ليلى حرام عليك، أنا بدور على مصلحتك. أنا خايفة عليك. وتخافي عليا ليه؟ أنا طول عمري بروح أعياد ميلاد صحابي، وكمان المرة دي رايحة مع خطيبي. ما هو إيه؟ اتكلمي. مش عارفة أقول لك إيه. ومش هتعرفي تقولي حاجة، وأرجوكي بعد كده ما تكلمنيش. أنا بكرهك بكرهك. ربنا يسامحك. Thank you.
الو، اهلا يا استاذ حسين، عايز الانسه ليلى؟ مش موجوده يا فندم. مدام منى خرجت يا فندم. قولي لها لازم اكلمها ومن مصلحتها ترد عليا. عاوز ايه يا استاذ حسين؟ عاوز سلامتك يا مدام. متشكره. في حاجه تانية؟ اسمعي يا منى، اسمعيني، الكلام في التليفون مش هينفع، احنا لازم نتقابل وفي اسرع وقت وقبل جوزك ما يوصل. انا منتظرك في كازينو النيل، مع السلامه. وحشاني يا منى، انا عارف اني غلطت في حقك، بس انت ما اديتنيش فرصه اصلح غلطتي. انا مش جاي اتكلم في الماضي، انا دلوقتي بقيت في عصمه راجل. يعني لو كنت صبرتي عليا مش كنا اتجوزنا دلوقتي؟ انت مش بتاع الجواز يا حسين، وعلشان كده عايزك تبعد عن ليلى. حرام عليك تضيع مستقبلها، دي بنت بريئه. خايفه عليها ولا بتغيري منها؟ انت قليل الادب. متشكر قوي، ما اقدرش ارد عليك، انت مقامك دلوقتي زي حماتي. تأكد انك عمرك ما هتتجوز ليلى. انا بحبها وهي بتحبني وابوها موافق، ما اتجوزهاش ليه؟ بكره يكشفك ويعرف انك بتجري وراها علشان فلوسها. وانت اتجوزت ابوها ليه؟ مش برضه عشان فلوسه؟ اتجوزته علشان يسترني. الفلوس مش كل حاجه. وده رايي انا كمان. صدقيني يا منى، الواحد ما بيلقاش الحب كل يوم، وليلى هي الحب الوحيد في حياتي. كذاب. مش ذنبي اني ما حبيتكيش. انا ما عادش يهمني اذا كنت حبيتني ولا ما حبيتنيش، انا عايز اخلص البنت البريئه منك، ولازم اخلصها. تحدي يعني؟ ايوه تحدي، وانا قبلت التحدي. ابعدي عن طريق احسن لك، خليكي مستوره في بيت رضوان بيه. لو حد فينا اتكلم عن الماضي احنا الاتنين هنخسر. قلتي ايه؟ يلا بوسوا راس بعض، الحكايه ما تستاهلش. قبل قصدها تحافظ عليكي. يلا امال، يلا يا روحي. حقك عليا. مش بقولك قلبها طيب؟ الحمد لله القلوب صفيت. ولما اشوف حسين انا هعرف شغلي معاه. فول بليه، فول ألف. مش معقول. خمسة وعشرين. اثنين كارت مدام. كمان 25. ممكن اكلم ليلى؟ ليلى نامت. طيب انا جايلك. علشان ايه؟ مشتاقلك، مشتاقلك قوي. اعقل يا حسين. ما انا عاقل، بس ملاحظ انك محتاجالي، والواحد ما يقدرش ينسى حبه الاول.
وانا حاسس انك محتاجه لواحد يواسيك حرمانك من رضوان ويسعدك ويديك حقك كانسانه لازم تعيش. حرام اسيبك تتعذبي. مش ده كل اللي قصدك توصلي له عشان تبعديني عن ليلى؟ استنيني يا منى، انا جاي لك على طول. كنت 13. مش معقول كده. انت محظوظ قوي الليله دي يا رضوان بيه. تفتكر كده يا هاسم بيه؟ لو استمر معاك على كده يبقى هتفلسنا. فرقي فرقي، انتوا هتحسدونا ولا ايه؟ هو دايما يروحنا على الحديد. قولي ان شاء الله. ولا ايه رايك يا حسين؟ ما تقول لهم رضوان بيه جايز محظوظ لكن اكيد بيلعب كويس. قول لهم يا حسين الحكايه مش حظ وبس. الليل واخره يا رضوان بيه، لسه بدري، اللعبه ما انتهتش. انت منور. الو مين يا فندم؟ رضوان بيه؟ حاضر ثانية واحدة اديله التليفون. مدام يا رضوان بيه. ايوه يا منى. ارجوك تيجي حالا. لا دلوقتي، لما تيجي هقول لك. لازم تيجي ارجوك يا رضوان. طيب طيب طيب. في حاجة يا رضوان بيه؟ لا مفيش، هكمل الدور. وبعدين هقعد مكان حسين. يا سلام يا رضوان بيه، حظك حلو. مش عايز تفوت دور؟ يا سيدي هريحكم مني واسيب لكم حسين تستفردوا بيه. مش جايز تكون سايب لنا حظك مع حسين؟ حظي وفلوسي كمان. قرب يا حسين.
انت اللي قتلته. البوليس حقق معانا كلنا وثبت ان الحادثه قضاء وقدر. الله يرحمه كان بيسوق وهو سكران. انا عارفه انك انت اللي قتلته. وليه ما تكونيش انت اللي قتلتيه؟ انا؟ امال اتصلتي بالتليفون ليه؟ وخليتيه يرجع البيت وهو سكران ليه؟ انا اتصلت بيه علشان يحميني منك، علشان يكشفك. وربنا سترها معايا. تحب نبلغ البوليس ونكشف كل حاجه؟ ومش بعيد ندخل احنا الاثنين السجن. انت جبان، ندل، سافل. متشكر قوي. عيطي فضفضي. لو كان العياط هيريحك عياطي شويه. بس انا من رايي وفري دموعك. اتفضل اخرج بره. قلت بره بره. مش خارج. ومن حقي اجي البيت ده في اي وقت. بصفة ايه؟ بصفة خطيب ليلى بنت صاحب البيت الله يرحمه. ولا انت نسيتي الحكاية دي كمان؟ قلت لك هفسخ الخطوبة. ده بعدك. الباقية في حياتك. الباقية في حياتك يا مدام. أنا مش قلتلك ما تخرجيش مع حسين؟ أنا حرة. أنت مش حرة، أنا بقيت مسؤولة عنك. حسين خطيبي وكل الناس عارفة كده، وبابا الله يرحمه كان موافق على الخطوبة دي. يا ليلى أنا بدور على مصلحتك صدقيني. أنا مش فاهمة إيه اللي مش عاجبك في حسين؟ أول ما كلمتك عنه وافقتي، وبعدين بقيتي تكرهيه، ودلوقتي عاوزة تمنعيني قبله. ما تفهميني إيه حكايتك بالظبط؟ يا ليلى يا ليلى أنا بحبك. اللي يحب واحد يتمنى له الخير، وأنت عاوز تحرميني من الشاب اللي بحبه، حرام عليكي. أنا عملتلك إيه؟ يا ليلى أنت لسه صغيرة والشبان كتير في البلد. لكن أنا اخترت حسين، وبرضاكي ومن غير رضاكي هتجوزه. ليلى ما نزلتش ليه؟ نزل وخرجت على طول. راحت فين؟ كانت بتتكلم في التليفون مع خطيبها. انت متأكدة؟ ايوه كانت بتقول له سلامتك، الظاهر انه عيان. الو 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 عليك.
طمني يا حسين. مالك؟ ايه؟ عندك ايه؟ مش عارف، فجأة حسيت بهبوط ودوخة. اطلب لك الدكتور؟ لا مفيش داعي، انت الدكتور بتاعي. يا حبيبي مالك؟ مالك يا حسين؟ اسنديني، دخليني اوضه النوم. طب يا حبيبي. مش قادر اقف. معلش معلش. ادينا وصلنا اهو. معلش. سلامتك يا حسين. طيب نام. نام يا حسين. ريح رجليك. يلا. برافو عليك يا شاطر. ما تيجي ليه؟ انا مرتاحه كده. خايفه مني؟ اخاف منك ليه؟ طب قربي اهو اكتر. ولا لسه خايفه؟ اخاف من ايه يا حسين؟ اهو. ايوه كده، عايزه احس بيكي جنبي. خايف تروحي مني؟ ايه اللي يخليك تقولي كده يا حسين؟ حاسس ان منى عايزه تبعدنا عن بعض. منى؟ ليلى جات لك دلوقتي؟ اتكلم، راحت فين؟ قلت لك ما جاتش. انت كذاب. متشكر قوي. عاوز ايه من ليلى؟ ما تسيبها في حالها. مش كفايه ضيعتني؟ نسيت يا حسين؟ نسيت لما رميتني رميه الكلاب؟ وعايز تعيد نفس الحكايه مع ليلى؟ مش كفايه عملتك؟ مش كفايه؟ حرمتها من ابوها ومن الراجل اللي لمني وتسطر عليا. انت ما بتخافش من ربنا؟ كفايه بقى كفايه. انت نسيتي ان قتل رضوان اتسجل قضاء وقدر؟ Thank you.
ليلى. ليلى في الليل جوه في الصالون. ابله ليلى. سامحيني سامحيني يا ابله. بس يا حبيبتي بس عشان خاطري انا غلطت في حقك كتير. ما كنتش فاهماكي. كان لازم اطوعك من الاول. حسين انسان اناني وسافر. انا مش عاوزه اشوفه بعد كده. انا كرهته كرهته. بس طيب هدي نفسك يا حبيبتي. مش قادره مش قادره يا ابله. مش قادره اتصور اللي حصل. انا عاوزه اموت. انا مليش في الدنيا حد. ليه بتقولي كده يا حبيبتي؟ وانا رحت فين؟ اعتبريني ماما وبابا وكل حاجه في حياتك يا حبيبتي. يا ابله انت بتعيطي؟ لا ابدا يا حبيبتي. انا دلوقتي ارتحت. انا مش هسيبك ابدا يا ابله. وانا عايزك ترجعي زي زمان تفرفشي وتضحكي وترقصي وتفتحي قلبك للدنيا. ايه رايك تروحي ترتاحي من عند خالتك؟ ليه؟ علشان حسين ما يعرفش سكتك. وحاولي تنسي اللي حصل. واسيبك هنا لوحدك ازاي؟ انا يهمني راحتك. وبكره لما ترجعي هنخرج سوا ونسهر ونتفسح مع بعض يا حبيبتي. قبل الو. ايوه يا فندم. ثانيه واحده. يمكن. اسمعي. اتفضلي. لكن ازاي ده حصل؟ بسيطة. أنتِ خدتي مفتاحي وأنا خدت مفتاحك. بتحصل في أحسن اللوكندات. متشكرة أوي. عن إذنك. بيتهيألي شفت حضرتك قبل كده في مصر. ما افتكرش. فرصة سعيدة يا فندم. عن إذنك. كم نفر يا فندم؟ نفر ايه؟ مع سيادتك حد يا فندم؟ لا مفيش حد، انا لوحدي. حاضر. سمعت يا سيدي؟ اهل وحدها. طيب شوف شغلك. ميرسي. اهلا يا جميل. ممكن اعزمك على كاس؟ لا. وما اعزمكيش ليه؟
لو سمحت. وما عودش ليه؟ بقول لك ايه؟ نعم. احب اديك قلمين. وعلى ايه الطيب احسن؟ ايه؟ حصل ايه؟ أنا السلام عليكم. بونسوار. اتفضل. أنا؟ أيوه. اسمحي لي أقدم لك نفسي. عادل. عادل فهم. أهلا. وحضرتك؟ منى إبراهيم. أنا محامي. وحضرتك؟ ما بشتغلش. أنا عازب و مدام. Thank you.
ممكن نتكلم بقى. نتكلم في ايه؟ طب انت عزمتيني اقعد معاكي ليه؟ علشان ما بقاش قاعده لوحدي وكل الناس تبص عليا، فلازم اي حد يقعد معايا. وانا طبعا اي حد. يا خبر، انا متاسفه مش قصدي، لكن ولا يهمك اي حد باي سبب، المهم ان الحد ده طلع انا. ماشي قوي يا استاذ عادل. من غير استاذ من فضلك، احنا جيران وبعد العزومه يمكن نبقى اصحاب. وهو لازم يعني نبقى اصحاب؟ ما هو طول ما انت بتقولي يا استاذ عادل مفيش امل. معلش. مفيش معلش ومفيش استاذ، ولا سيبك لوحدك واقوم. ايه ده؟ انت بتهددني؟ ايوه، انا عصبي ودماغي ناشفه وما ارجعش في تهديدي ابدا. حاضر يا سي عادل. ولا سي كمان دي. وبعدين معاك يا عادل. الله، حلوه قوي وهي طالعه من بقك يا حلوه. يظهر ان احنا مش هنخلص من الحكايه دي. نخلص ايه؟ هو احنا لسه قلنا حاجه؟ عاوزة تعرفي ايه؟ اتكلم، احكي لي شوية عن نفسك. كل اللي اقدر اقوله اني من يوم ما ورثت قفلت مكتبي وبطلت شغل. وبعدين؟ كنت اتمنى اشوف حاجات كتير، كان نفسي اشوف الدنيا واتمتع بحياتي. واتمتعت؟ لو قلت لا ابقى كذاب، لكن ايه؟ ابدا، شفت وجريت كتير، لقيت كل حاجه زي التانيه، مفيش حاجه ليها طعم ولا معنى، حتى المتعه نفسها ما بقى لهاش طعم. الانسان ما يقدرش يستطعم اي حاجه في الدنيا الا لما يكون باله مرتاح. ده صحيح. هسالك سؤال يمكن مش من حق اساله. لو عايز نبقى اصحاب صحيح بلاش اسئله، ارجوك يا عادل. Thank you.
أقول إيه؟ ولا حاجة، متشكرة على العزومة، تصبح على خير. هيبقى خير مدام حشوفك. انت روحت لبعيد قوي، يا ترى وصلت لحد فين؟ انت مش ملاحظه اني من ساعه ما جيت ما اتكلمتيش ولا كلمه؟ حتى لو ما اتكلمتيش عينيكي بتقول حاجات كتير قوي. معلش انا راضي. يا حسين الأول مرة في حياتي بضحك. لو بصيت للدنيا بنظرة حلوة عمري الابتسامة ما تروح من شفايفك أبدا. نفسي Thank you.
أنا آسف. مش عاوزة تقولي لي مالك. أنا زعلتك في حاجة؟ عايز مفتاح يا بيه؟ ايوه يا اخي ايوه. منى 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 مالك يا منى مالك؟ حصل ايه؟ عادل خلي جنبي عادل، ما تسيبنيش لوحدي. انا متضايقه قوي يا عادل، متضايقه. حاسه ان الدنيا ضلمت في وشي، مخنوقه مخنوقه. عادل انا محتاجه لك يا عادل، مش هتسيبني، مش كده. ومفيش حد في الدنيا هيقدر يبعدني عنك، مش كده؟ طبعا يا حبيبتي طبعا، عمرنا ما هنفترق عن بعض، ولا حد يقدر يفرق بينا ابدا. وحياتي عندك، وحياتي عندك، قولي لي ايه اللي مضايقك؟ خايفة من ايه؟ الدنيا تعمل فيها كده ليه تجيني السعادة دي كلها وبعدين تحرمني منها؟ لا لا، مش ممكن مش ممكن مش ممكن مش ممكن يا عادل. مش كده؟ ايوه يا حبيبتي، بس حاولي تهدي. على قد ما بحب اليوم اللي قابلتك فيه، على قد ما بكرهه،
أنا أشوف النور من جديد. أنا عارفة، أنا عارفة مش ممكن، مش ممكن. هو إيه اللي مش ممكن يا منى؟ مش ممكن. أنا لا قابلتك ليه؟ عشان نبتدي حياتنا، نعيش ونحب. عادل، وحياتي عندك، وحياتي اوعى تيجي في يوم تكرهني. منى، ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انا تعبانه، 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 تعبانه. منى، 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 منى. عادل، بتحبني يا عادل، مش كده؟ أوي يا حبيبتي. أنت ما بحبك وأكتر. أنت ما تعرفش أنت بالنسبة لي إيه دلوقتي. عادل، أنا بحبك، بحبك أوي يا عادل. احضني، احضني قوي يا عادل. لا لا لا، مش ممكن، مش ممكن. هو ايه اللي مش ممكن يا منى؟ كان غصب عني، صدقني يا عادل، كان لازم اعمل كده. انا مظلومة يا عادل. انت مصدقني يا عادل؟ مصدقني؟ مش كده يا عادل؟ انت بتتكلمي عن ايه يا منى؟ انت ليه شربت كتير يا منى؟ يا ريت اقدر اسكر وانسى كل حاجه. عادل، انا لازم انسى الماضي، لازم اعيش. انت قلت لي لازم اضحك، وانا عايزه اضحك، عايزه اضحك. لازم اضحك. لا صباح الخير يا عادل. صباح نور، اتفضلي. ازيك دلوقتي؟ احسن. انا اسف، ما كانش قصدي اضايقك امبارح. انت ما تعرفش ظروفي يا عادل. اعرفك انت، ودي البدايه دايما. لكن برضه ما تعرفش حاجه عني. اعرف انك حلوه وطيبه، ومن ساعة ما عرفتك وأنا أسعد إنسان، وده كفاية. لكن نصيبك جه في واحدة ظروفها وحالتها النفسية وحشة، ومش هتقدر تتحمل مشاكلها. يمكن أقدر أساعدك لو تعرفي قد إيه أنا بحبك. أنا عمري ما عرفت الحب إلا لما شفتك. عمري ما خفت ولا قلقت على حد قد ما انا خايف عليكي دلوقتي. واعتمد عليكي يا عادل. انا افديكي بحياتي. وتحميني؟ احميكي طبعا، احميكي ان شاء الله من الجن الازرق. بس لو تقولي لي ايه الحكايه؟ هقول لك يا عادل، بس مش دلوقتي. امال امتى؟ بعدين هقول لك كل حاجه. انت فطرتي؟ طب يلا بينا. على فين؟ لا من فضلك، انا ما احبش حد يسالني ابدا. يا حبيبي. عادل.
عادل. صباح الخير. صباح الفل. صباح الياسمين. لسه ما لبستيش؟ دقيقة واحدة بسرعة عشان محضر لك حتة مفاجأة. ايه؟ لا 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 لا، كملي لبسك الأول. وحياتي وحياتي تقولي. طب تعالي. غمضي عينيكي. اهو. مبروك يا منى. منى ارجوك يا عادل، انت زعلتي؟ لا ابدا، بس انت فاجئتني. وماله، انا اصلا احب المفاجآت، ولا لازم اتقدم الاول اطلب ايدك وبعدين نقرا الفاتحه ونعمل حفله ومعازيم و... وحياتك يا عادل، نأجل الكلام في الموضوع ده. انا كنت فاهم ان دي اللحظه اللي بتستنيها معايا عشان تصبح احلامنا حقيقه. خلينا في الاحلام احسن يا عادل. وهنفضل نحلم لامتى؟ من غير ما نسال لامتى. يبقى انت ما بتحبنيش. ما تقولش كده يا عادل، انا عمري ما حبيت حد قد ما حبيتك. اللي يحب انسان يتمنى يعيش العمر كله معاه، يتجوزوا ويعملوا بيت ويخلفوا اولاد. ليه مش عاوزانا نحقق ده كله يا منى؟ انت بتعذبني بالكلام ده يا عادل. بعذبك ليه؟ عندك حاجه تمنعك عن الجواز؟ لا. في حد تاني في حياتك؟ لا. يبقى انا لازم مش الزوج المثالي في نظرك. لا افهمني يا عادل، انت انسان مثالي في كل حاجه يتمناها قلبي، لكن ايه؟ انا ما بفكرش في الجواز. خايفه من ايه؟ اذا كنت فشلتي في جوازك الاولاني ده مش معناه انك تتعقدي وتحكمي على حياتك بالفشل. ممكن الواحد يفشل وينجح تاني، الحياه تجارب يا منى. انا عارف انك تقدر تساعدني يا عادل، لكن انا مش هقدر. مش عايزه اكون السبب في اي حاجه تضايقك. انت قدامك المستقبل وانا انت المستقبل بتاعي يا منى. انت ما تعرفيش عملتي فيا ايه، انت غيرتي فيا حاجات كتير. انا كنت عايش من غير هدف، ودلوقتي بفكر اعمل حاجات كتير. ايه رايك؟ انا هفتح مكتب، هشتغل ليل نهار، هبقى اكبر محامي في البلد. الو. ايوه عندي، علشانك يا عادل. الو. ايوه انا يا فندم. نعم دلوقتي. حاضر يا فندم. منى ارجوكي تفكري في كلامي اللي انا قلته. انا رايح مشوار صغير وهرجع لك. سيادة رئيس المباحث موجود؟ أيوة يا فندم، اتفضل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير، الأستاذ عادل؟ أيوة. اتفضل. أنت طبعًا تعرف السيدة منى إبراهيم. أيوة أعرفها. تعرفها كويس؟ وتعرف كل حاجة عنها؟ مش فاهم. عندك أي معلومات عن ماضيها؟ معارفها؟ لا يا فندم. أنا عارف إن في علاقة حب بينك وبينها، لكن أنت راجل محامي وعملك مكمل لعملنا. يا فندم منى إنسانة طيبة و يعني ما لاحظتش إنها مخبية عنك حاجة. بصراحة لاحظت إنها بتعاني من أزمات نفسية في حياتها. من غير ما تدخل في حياتك الخاصة،
المفروض انك تعرف كل حاجة عن الست اللي بتحبها. حاول تسألها عن حسين أدري. حسين أدري؟ مين حسين أدري؟ هي تقولك. كلامك معاك حق، انا كنت غلطانه. هو العمر قد ايه علشان نضيعه؟ على ايه نخاف ولا نندم؟ الايام اللي راحت راحت. انا مش هفكر في امبارح ولا بكره، انا هفكر في النهارده وبس. مالك يا عادل؟ اتكلم يا عادل. ايه حكاية حسين أدري؟ انت كنت فين؟ قابلت مين؟ مين اللي طلبك في التليفون؟ قبل ما تسأليني عن أي حاجة، أرجوك تجاوبي على سؤالي. ايه حكاية حسين أدري؟ هو ده الشخص اللي مش عاوزة تتجوزيني عشان خاطره؟ ايه اللي كان بينك وبينه؟ ارجوك اتكلمي، قولي لي الحقيقة، قولي. مهما الواحد حاول يهرب من مصيره مفيش فايدة. الأحلام عمرها ما تبقى حقيقة. أنا هقولك على كل حاجة علشان اريحك واريح ضميري. مش كفايه عملتك حرمتها من ابوها ومن الراجل اللي لمني وتسطر عليا؟ انت ما بتخافش من ربنا؟ كفايه بقى كفايه. انت نسيتي ان قتل رضوان اتسجل قضاء وقدر ولا ايه؟ ما عندكش قلب. خلاصي انت تضربني يا سافل. واقتلك كمان. أنا اللي قتلته، كان لازم أقتله. ده إنسان نكل، جبان. صدقني يا عادل،
أنا مظلومة وخايف أنت كمان تظلمني. أنا مش قادر أتصور إن أنت تعملي كده. لا مؤاخذة يا أستاذ عادل، ممكن مدام تفضل معانا؟ صدقت يا عادل، الأحلام عمرها ما تتحقق. لا أبدا يا منى، لازم يكون عندنا أمل. أنا هقف جنبك، هفتح مكتبي زي ما وعدتك، هدافع عنك، وأنا مقدر كل ظروفك. أنت كنت بتدافع عن نفسك. إن شاء الله إن شاء الله هكسب القضية بتاعتك. متأكد يا منى إنه مهما يحصل برضه هستناكي. هستناك يا منى. من فضلك يا مدام. ممكن اغير هدومي؟ اتفضلي. منى.